فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي مع ضيفنا اليوم الحارس الدولي السابق للنادي الافريقي خالد عزيز. نعود لحبك من جديد خالد. اهلا ومرحبا. وصلنا لمقابله نسيت الاسم اللي كيب الجيش الملكي. الجيش الملكي المغربي ظهر لي كما قلنا قبل حتى الاخبار نقطه تحول في مسيرتك. ظهر لي كنت عامل مسيره معناتها في كوره باهيه خالد، حتى معناتها جارديان محترم جدا في النادي الافريقي. صحيح. ما تحسش اللي كان صار معناتها تم تهويل هالحاجه اللي صارت. اوكي خطا جراف هو صحيح، لكن مش لازم اي جارديان يغلط، معناها مش لازم معناتها يحط مسيرة حارس معناها. شوف هذاك علاش حبيت نقوله لك انا سيك، هي من هي كل جمعه تشوفها توا في البطولات في العالم مجمع، تشوفها كل جمعه حارس يغلط عادي، والجمعه اللي بعدها يرجع يخدم على روحه ويصلح وكهو. هذيك هي بالضبط، هذيك الحياه معناها، اللي ما يغلطش ما يتعلمش كما نقولوا. خلينا نحكي وقتها شنو صار بالضبط في الاكسيون. في الاكسيون وقتها احنا عاملين 1-1 والنتيجه هذيك ما ترشحناش. انا في نيتي نزرب باش نشد الكره ونلعب فيسا، نعمل رولونس فيسا، فهمني؟ كي هو شاتها الكره من بعيد، هي مش قويه الكره، مش تسديده مش قويه. زين تفكر هو شاتها ودا اي مش قويه تسديده هو خاطر، فهمني؟ انا في ذهني على اساس اني باش نشد فيسا ونلعب الكره فيسا على اساس باش نعملوا لاتاك، اي كونتر اتاك مره اخرى. فك الزربه هذيك الكره تعدات من يدي. مونك دو كونسونتراسيون، ايه تصير لحظه تصير وكهو هذيك هي. ما كنتش حاضر ذهنيا للماتش ولا شنو؟ لا بالعكس بالعكس، عملت ماتش كبير في اللي خسرنا 1-1 وقتها في اللي، عملت ماتش كبير فهمني. في الرتور معناها المشكله وقتها مركاونا هما، وصلت النتيجه 1-1 دونك يزمن المركاو الثاني باش فهمني. وفي وقت خايب شويه زاد، وقت خايب الوقت جاء وقت يمكن اقل من ربع ساعه الاخرين كنت درجين الاخرانيين، ربع قاضي تقريبا كانت كاو كاتبه كاتبه حاجه كاتبه سبحان الله فهمني. فهمت. كاو لو كان يرجع بديك الوقت شنو اللي معناتها تبدل حاجه تصير حاجه ولا هذيك هي ما تحملش مسؤوليه؟ تصير عادي تصير، تو جارديان يحط ساقه ويحط يده هكا تتعدى تحت يده صحيح تصير معناها، لكن وقتها فما مسؤولين لقاو فاش يتخباو باش يمنعوا رواحهم، برشا مسؤولين لقاو باش يتخبوا. اللي هما شكون وقتها؟ مسؤولين وقتها باللامين وقتها بريزيدون والمسؤولين اللي معاه. فهمني؟ دونك هاك علاش؟ هما وقتها احنا مشكلتنا في مشكلتنا احنا في النادي الافريقي يلوجوا شكون خسرنا، ما يلوجوش علاش خسرنا. فهمت؟ يلوجوا شكون خسرنا. هو وقتها كانت عنده مشكلة معاك خالد؟ ما عندي حتى مشكلة، بالعكس قايد فريق انا وقتها واحد فهمني؟ الاخر لحظه وقت نتكلم على اصحابي باش خذوا فلوسهم وكل شيء، وانا فلوسي ما خذيتهمش بالك شي ذي من سبب من الاسباب. لا بالعكس بالعكس، انا وقت قايد فريق وكما نقولوا نعاون في الاكيب الماكسيموم وكل شيء معناها، فهمت شنو؟ ما كانش فما حتى مشكل بينك وبين الاداره قبل وقتها؟ لا هني قلت لك وقتها اعطيهم شكون يلبسها. هو ينعرف وقتها خالد، هو انت كنت في منتخب وقتها وظهر لي كان يشوفوا في حتى في حراس اخرين الانتدابهم في الوقت اللي كنت كان عندهم حراس دولي معناها. هو تنقول لك علاش، خاطر انا وقت كي نلعب مع يقولوا لي شبيك ما تلعبش كيف الكلوب كيما تلعب في الكيب ناسيونال، فهمت؟ وقت ولات بحكم انا وقت كابيتين ولات الضغط ياسر عليا ولات، فهمني؟ مشاكل اداريه، مشاكل ماليه مع الملاعبيه، مشاكل واحد ولي كيما نقول يحل في يتحام في مشاكل نتاع الناس كله، فهمت كيفاش؟ دونك مومون دوني سي نورمال معناها، واحد باش يضيع يولي برشا ضغط ولا عليك ولا ضغط معناها، فهمني؟ كي نمشي للكمسيونال نبدا مرتاح تتروبوزي ما عنديش مشاكل، جو مو دون افون بالكدا. فهمت كيفاش؟ قلقتك الحكايه نتاع يلوجوا في جارديان اخر وانت موجود؟ لا ما قلقنيش خاطر عندي ثقه في روحي انا يعني. واللي جابوهم الكل داروا ما عطاو حتى نتيجه، جابوا من بعد سمية جي وجابوا درا شكون وواحد يعرفوا روحهم. هما كان جاوا يعرفوني انا خايب راهم سايبوني هما، علاش قلت لك انا بعد 2004 قطع عامين على البنك ما حبوش يسيبوني، نجيب لهم في النوادي نجيب لهم في الاحد ما حبوش يسيبوني. طلبتك السي اس اس وقتها؟ طلبتني السي اس اس وكنت باش نمشي لتوال وكنت فهمت شنو جاوك عروض من نجم؟ جاني عروض وقتها ما خلونيش، قالوا لك لا هو عادي صعيب باش يسيبوا جارديان من جمعيه كبيره جمعيه إيه، لكن عاملين اللي نحبك اللي نصبر عليك. وقت بعد وقت جاء علي بومنيجل مضروب في صبعه يلعب وانا ما نلعبش خلال هالدرجه وليت خايف، وصل هو مضروب يلعب مضروب في صبعه ويلعبوا فيه وانا ما نلعبش كي وليت هكاك قلت لهم هكا ما عادش فما ثقه في خالد عزيز وقتها، وفي المكتوب وفي المكتوب يا اخي باش يقعدوا شادين هكاك لا نحبك لا نصبر عليك. بعد اللقطه ذيك شنو صار؟
شيء مسار هو بعد اللقطة من حظي وقت تخلنا في تربة. حد استاج منتخب. إيه تخلنا في تربة مع المنتخب. ما سويش حاجة في استيع مثلاً ما لموش عارف ماش كل ما عليك مثلاً طلعش كونسيون شوية. إيه مش كم شيلوم علي الله غالب صارت قضاء وقدر سيبريا ثمان ناس تغش ثمان ناس وعد فهمني ما لقيت حتى حد. موقف معك حد. تعدش كم شيخ معك. خلف اخواتي ووالدي وعائلتي وكهو حتى اصحابك الملاعبيه اللي كيف كيف ايه هكا فما ناس هكا بلوز مو هكا من بعيد وكهو معناها مش الكل معناها فهمت شنو فما تكون خايب امالك وقت كنت توقعوا ياخي معاك ما وقفش معاك فما برشا انا قلت لك انا قلت لك الملاعبيه الاخر لحظه انا نتكلم لهم على فلوسهم في نهبش ياخذوا فلوسهم قبل الماتش الاخراني هذايا خايفين وقت فان سيزون اخر ماتش عرفت وقت شكون صاحبك وشكون وشكون اللي شكون شكون اكثر حد تصدمت فيه برشا برشا فما برشا تكهو يلقاو الخير ان شاء الله نجم نعرفوا اسامي لا لا ما نستحضرش انا خاطر ما ننسى ديما ننسى انا هذيك هذيك تنسى اسامي العباد لعبت معاك لا ننسى اللي عملوه معناها فهمتني كل واحد يلقى فعله كما نقولوا ما فما حتى حد وقف معاك فما اكيد حتى فما شكون شيخ معايا من المحيط نتاع الكره وحتى المنتخب حد. الوحيد كلمني وقتها كمال يدير وقتها في الجانا في الكاب ناسيونال كلمني كمال يدير نذكره بالخير معناها قراج للتاريخ وكلمني سليم شيبوب زاد باش الناس تعرفها كلمك سليم شيبوب بعد ماتش اي بعد الماتش وقال لي صار ريف وتسيرو سبحان الله هو كاو سبحان الله كاو حب هكا يهز لي شويه معنويات كانت فما علاقه انتم بيناتكم لا ما عندي حتى علاقه يجي ساعات المنتخب على السلامه كي الناس الكل كاو نعرفوا بريزيدون اسبيرونس كاو اما نحكي لك باش تعرف معناها فهمت شنو كلمك شيبوب مسؤول لك لو ما كلموك ما كلمونيش انا قلت لك انا فهمني قلت لي هي نورمالمون حاجه صحيح سيفري الكلوب تحت من كوب دافريك اوكي سيفري خسرت قداش من تيتو الكلوب قبل هذاك وكانت تصير عادي سبحان الله معناها غلطه وتصير الناس كل تصير هاهم لاعب يخرج راس ويجيبها لبرا قعدت موجوع منها لليوم ليه مش موجوع انا الحمد لله معناها المشكله ما خلونيش باش نكمل كاريري هذيك اللي غاضتني يعني. فهمني ما خلوكش تمشي جمعيه اخرى ما خلونيش معناها عملوا لي نحبك لا نصبر عليك خلوني كيكا غادي وكهو هذه اللي قلت لك من الاول قلت لك سبب الكونترا برومي كونترا 5 كي تقابل الجمهور في الشارع كيفاش شنو يحكوا معاك لا الحمد لله الحمد لله نتصور اليوم يجبد لك عليها اللقطه لا ثم الناس تجبد لي عليها وعادي سي نورمال عادش بيها تصير يا اخي شنو المشكل ها نشوفها كل جمعه احنا قول لك بار من نوير من كل شيء كل جمعه يعمل غلطه وجمعه جاي تلقاه يشد اموره اموره منظمه وكل شيء ما لقاش مسؤولين باش يرميوا فيه هو معناها الغلطه والسبب فيه هو معناها فهمت شنو هو سميع جي وقت انت هو جي انت كنت موجود ها لا انا مازلت ما رجعتش وقت ما رجعتش للكلوب وقت كنت في المرسى انت وقتها لا انا قعدت من الاول ما رجعتش في البريباراسيون بعد في الصيف ما رجعتش ما رجعوكش اي ما رجعونيش ما رجعتش علاش نرجع لهم انت قلت ليه اي علاش قلت لهم وقتها ما دام الاجواء ما تساعدش واحد انتم جبتوا جول خلينا نمشي على روحي وكهو لا من بعد انا رجعني نبيل معلول كي جا من بعد جا في ديسمبر هو قدم حاجتي بخالد عبد العزيز وقتها باش رجعت فهمتك يعني من بعد ما رجعتش باهي سمية جي وقتها ظهرلي ما قدمش اضافه كبيره ماني جامش يقدم ماني جامش يقدم في الاجواء هذيك في الواحد وفي الظروف هذيك واحد شو باش يقدم رغم تجربه الحراس الاجانب وحارس متوسط ياسر هو ماهوش حاجه رغم اللي في الاسبيرونس تيزي ولا في الاكوان والمانجير اللي جابه وقتها خاطر نكاله مش نكاله اما خاطر شمت فيه انا على خاطر انا هو العام اللي قبله جاب ديفونسور وانا قلت له ما يصلحش هذاك وهو حب يوقع عقد في النادي الفريق انت كنت تحكم وقتها تقول شكون يصلح سهلوني انا سهلوني بيان سور انا غارديا وقدامي ديفونسور اكسيال يلعب قلت لهم ما يصلحش راه مش به شكون الديفونسور ما نسميش وقت والمانجر المانجر شعلنا فيه هكا مازال يخدم اليوم ولا ما عرفش عليه قبل كان في الهيئات وصلت دخل حتى في الهيئه ولا مسؤول ريفاد ديفيد هذاك هو فهمني وهو من الاول دونك يجيب... هو مشى يجري يجيب لهم غارديان زعما سمعت في خالد عزيز اي بيان سور هكا وعجاته الفرصه عاد هو شو اللي يجيب اللي يحب عليه وقتها في الاعلان شايت الاعلان خالد خرج الخبر نتاع سامي سميه جي وقتها توسط لك في عرض من فريق مكاين الصهيوني توسط لي عندهم يستاذ توسط لي بالعاني هذيك عملوها لي ما هي صحيحه بالكل مش صحيحه بيان سور كذبه بالعاني هذيك صحفيه تعرفها صحفيه اللي كتبتها ولا لا صحفي ولا صحفيه وقت ما نتفكر ما نعرفش ما شفت وانا توا جريت الاعلان فما صحفيه هذيك معروفه هذيك قبل كانت تعمل في مشاكل برشا مع الناس منامي ساوي هذيك هي اي هذيك هي بالعاني مكتوب الاخبار بالعاني بيان سور اي حاب تعمل بوز على ظهري انا كون كون باش نمشي نلعب في اسرائيل اي قالت رفضت العرض انت اي اي انا قلت لك حاب تعمل بوز
ما يقام يعملوا هكا يتنطوا هاني لا ندور بالصحافه ولا شيء. ما يقام يعملوا يكتبوا خالد عزيز مشى محب درشنو هاو درشنو فريق صهيوني حب على خالد عزيز صحيح هو ما عنده حتى اساس من الصحه. عاش ما كلمتهاش ما كذبتش الاخبار عمري ما نعرف ولا عمري اللي حكيت معاه هذا يسميه جي ما قابلتوش جمله ما تقابلتوش في ما نعرفوش جمله لا ترنيت معاه ولا قابلته فهمتك. بعد كي جابوا لك علي بومنيجل كيفاش كانت علاقتك به في الكلوب؟ لا عادي من قبل احنا خدمنا مع بعضنا لعبنا مع بعض في الناسيونال ما عندناش اشكال معناها نخدموا على رواحنا وكاو معناها فهمت شنو؟ فهمتك. كان ما وصلكش عظمة ترجي في البريود هذيك؟ لا لا. مازال قبل في الوقت هذاك ما فماش نوسيون تاع واحد من الفريق يمشي على الترجي. فما شكون لعب معاك؟ مشى للكلوب والاسبيرونس. شكون؟ وليد الهيل سيدي خالد المولي يلعبوا معاك. لا هذا كان بعد تو يلعبوا معاك اي لعبوا معايا بعد مشاو للترجي اي بعد 2008 2009 تبدلت مش كيما وقتها مش وقتها ما كانتش لا جمهور الترجي يقبل ولا جمهور الفريق يقبل. فما لاعب يلعب معاك اليوم يكاوى مازال يلعب وسام يحيى وسام يحيى اش قالك فيه؟ ولا تي صح هو من قبل اللي تي سيريو معناها كلكان دو تري سيريو معناها وخدام واحد وربي معاه نقول له ربي يوفقك يوصل يكاوى للعمر هذايا اي مادام الى سيريو معناه وخدام واحد ينجم يوصل معاه. باهي خرجت 2006 من الكلوب كيفاش سايبوك المارس؟ سايبوني على خاطر لقاو اللي سي ما عادش معناه فهمت ما عادش فما حل واحد وما همش في شي يستفادوا منك لا كرويه ومازال اخر عام في الكونترا دونك بالنسبه ليهم سراري يمشي يخليوني فهمت كيفاش؟ مشيت للمارس مشيت للمارسا. كيفاش تعدل العام هذاك في المارسا؟ رجعت الفورم والا البيريود اللي قعدتها ما تلعبش اثرت عليك شويه؟ لا سي سيور اثرت اي سي سيور من الاول اثرت حاولت اللي نقدر عليه وكاو معناها فهمت وكاو معناها فهمت هذيك هي حاولت وكاو معناها فهمت. راضي على روحك اللي قدمته في المارسا ولا الفورم خانتك شويه؟ لا سي سيور اكيد واحد كان ينجم يعمل مخير سي سيور اثر عليك اللي صار في الكلوب اثر عليك خالد خاطر فماش جارديان يكون عنده نيفو باهي ما يطيح معناها ما عرفش ما يكون مش البارح كان يعرف يشد اليوم ولا ما عادش اما نتصور في المخ اللعبه وليت خرجت شويه اي ذهنيا وحتى معناها كيفاش واحد يفاجيري لونتوراج نتاعو والعلاقه مع الناس والواحد هذيك ولات صعيبه شويه ولي. فهمت عملت عام في المرسى وعام في ملعب الجيبسي كيف ما كانوش ولا بد اي علي معناها في ملعب الجيبسي اي ما ستار سيزون اي في ديسمبر كملت علاش ما كملتش العام؟ والله وقت لقيت روحي مانيش قاعد بها انا نستفاد وقاعد نفيد وقت واحد وليت قلت وانا بطبيعتي وقت نقري عندي برشا واحد قلت انا نتجه للتدريب احسن وكا وقت خذيت ديسيزيون تاع اعتزال في عمر 31 عام اي 32 عام خذيت ديسيزيون قلت يا زيد وكا بكري برشا الجارديان صحيح بكري بصفه عامه بكري لكن انا بديت تسمى بديت صغير نلعب راني وفي جمعيه كبيره مش حتى في جمعية صغيرة معناها فهمت دي صغير نلعب في جمعية كبيرة ما وصلوكش ديزوفر وقتها خالد من دوتر كلوب لا لا معناها ديزوفر هكا عاديين ماهمش باش يخليوك تيفا انا ديزوفر نتاع باش بور سيرفيفر كيما نقول فهمتك فهمت باهي خلينا نحكي شوية على علاقتك بالمنتخب ما عندك برشا ماتشات في المنتخب ولا هاني قلت لك فما دو بيريود في المنتخب البيريود الأولانية وقتها مع وقتها شكري يلعب من 99 وقتها نمشي دوزيام جارديان وقتها ما تحت ليش الفرصة برشا باش لعبت من با خذيت ماتشويت كاساسي علاش؟ ما نعرفش ما جاتش الفرصة ما هذاك توجه الشوا نتاع الستاف وقتها فهمني كيفاش كانت علاقتك بشكري الواعي؟ لا علاقة طيبة علاقة باهية واحد فهمني رغم اني ما لعبتش معاه حتى ماتش لا ما لعبتش ما جاتش الفرصة لكن الحمد لله معناها علاقة باهية وكاو معناها فهمت علاش من با معناتها تاخو حتى ماتش معناها دوزيام جارديان يلعب ساعة في ليكيبيت يلعب عادي ماتش اميكال يلعب برانش ياخذ ماتش ودي احنا مشكلتنا جوارات الكلوب وني با تري زابوي في ليكيب ناسيونال معناها فما النوسيون تاع لعيبه الكلوب مكروهين في المنتخب اي مش مكروهين ما فماش شكون يدز معاك هاو باللغه هذه فماش شكون يدز معاك تحس روحك وحدك فماش شكون يعاون شكون فهمت شنو لو كان جيت جمعيه اخرى تكون مسيرتك افضل في المنتخب والله انا كنت انا صار لي ديكليك في المنتخب خاطر وقت تضرب شكري في ظهره لعبت انا الماتش هنا ضد كينيا المؤهل لكاس كوب دافريك 2002 وقتها الماتش هذاك تضربت في يدي وقتها ضربت في صبعي كملت الماتش ربحنا 4-1 ضد كينيا في المنزه هنا لعبنا ربحنا 4-1 ومن بعد كي كملت به الماتش
بعد كي مش عملت راديو لقيت صبعي تضرب فراكتور معناها يحب لها دو موا معناها ايموبيليزاسيون دو موا قل شيء وبعد باش ندخل في ريديكاسيون والواحد فهمت شنو معناتها ما جاتك الفرصه باش تلعب كان شي كي تضرب سكري وقتها اي فوالا هي هذيك هي راه الجارديان راه كيكا سي كوم سا راه معناها دي فوا سي فري تجيك الفرصه من الاول ساعات لازمك تصبر لازمك تصبر حتى لين تجيك الفرصه الاصابه هذيك حرمتك بكاس العالم جات الفرصه هذيك ممكن كان هذاك الديكليك نتاعي انا في الكارير كان تنجم تمشي مسيره اخرى في كارير انترناسيونال بعدتك برشا على الميادين بعدني دو موا وبعد بالريديكاسيون بالواحد فهمت شنو هي ضيعت دي ماتش مع ليكيب ناسيونال وقتها واحد وتبدل الستاف وقتها واحد وكا ومن بعد جاء علي بومنيجي وقتها مع لومير وكا رجعت كيف كيف رجعت دوزيام جارديان فهمني حتى الكوب دافريك وقتها في 2004 لعبت تروزيام ماتش مع غينيا ماتش غينيا لعبت غينيا تعادلنا 1-1 هذاك لعبت تروزيام ماتش هذاك كنت تستحق وقت اكثر وقتها في الكوب دافريك وما كنتش تكون انت جارديان الاول ولا مقتنع انه علي كان وقتها هو الافضل هو سيفري عنده اكسبيريونس وقتها عنده اكسبيريونس ووقتها يلعب في فرنسا وعنده اكسبيريونس ما يلعبش ها ما يلعبش ما يلعبش هذيك هي المشكله وين تو هذيك هي هو وقت خاطر لومير يقول لنا زعما هما يترناو خير من اللي انتم تلعبوا هنا يقول هيك هكا يقول هنا ما تمس شويه معنويات الملاعبيه بيان سور تمس اللوكو معناها اي بيان سور كيفاش واحد ملعب يترنا غادي ما يلعبش وحنا هنا اوني كومبيتيتيف ويجي هو يلعب قبلك فهمني لكن سيت ان شوا وكا كنت تشوف روحك تستحق تكون اساسي وقتها في والله كان لقيت الدعم وخديجه جاتني الفرصه بالحق ولعبت كلك اكثر ماتشات كنت نجم معنا ناخذ ثقه اكثر وناخذ معنا انت عدى عليك سكوليو في المنتخب كراوز اي سكوليو كراوز ولومير وجي لومير ديما كنت الدوزيام اي ما كنتش وقت سكوليو ما تحكيش علاش ما عندك حتى فرصه زعما علاش تسكوليو عيط جوريت رومبلاسونيت في الاسبيرانس يعيط لهم كبسينا يجينا يقول لنا تفرج فيهم في الانترنمون ولا بالحق يعيط الملاعبية معناتها بناكا مترجي صارت معروفة الناس كل تعرفها هذه ثم دي جوار منهم مرة حتى محمد الزيوبي عيطوا عيطوا له وقتها معنا تروزيام وهو رومبلاسون معاش نتاع شكري اي ما يلعبش جملة في الترجي علاش يتفرج فيهم سكول وهكا في البارك ديما في البارك يمشي للبارك يتفرج في الانترنمون يرحم الراجل توفى الله يرحمه خلق شوية حساسيات في المنتخب صارت صارت شنو صار فما حد دخلت عليهم انت تخلق حاجات كيما هكا تخلق اي شنو صار اذا حاجات ملموسه صار دخلت عليهم عشتهم انت كيما حاجات كيما هكا معناها تصير حاجات كيما هكا فما لاعبين عمل مشاكل في المنتخب مش مشاكل وكا ديما يقولوا ما فما مشاكل خاصه بين لاعبين التوال والاسبيرونس يصيروا حاجات ديما تصير ما خاطر دي جور من الطريقه هذه من الفاسون هذيك ساعات البعزيزي تلقاه يبدا حاضر باش يلعب واحد بعد يلقى روحو رومبلاسون ولا جمعه كامله تلقاه تيتولير ومن بعد يلقى روحو رومبلاسون يعمل لي رياكسيون ولا بعزيزي اي كل مره كيفاش شكون اكثر لاعب تعتبره من الكلوب تظلم في المنتخب من الكلوب جينيراسيون تاعي ولا اللي قبل كيما تحب انت ميساس فما برشا فما تشوف كان يستحق يكون موجود في المنتخب ياخو حظ اكثر في المنتخب يعني قلت لك احنا بصفه عامه احنا لاعبيه الكلوب مش محبوبين في المنتخب من وقت عطوقه ومن وقت واحد ما عادش ني با بريوريتير كيما نقولوا بعد مشيت للتدريب الحراس وليد ظهر لي كي بطلت مشيت تجربه اماراتيه بطلت وقت 2008 كملت الماستير نتاعي فهمني في الاني هذيك كملت الماستير نتاعي واتجهت للتدريب انا تبعت يعني من قبل نقري عندي من 2001 قري فهمني الحمد لله كيف جاتك الحكايه تاع الامارات شنو مشيت وين مشيت بالضبط مشيت النادي الجزيره في الفريق الاول في الشبان شنو بالضبط في الفريق الرديف وقت السي بالحسن ملوش وقت يذكر دوزيام كيف عيطتك معاه تبني في الليغارديان هو كان مدير رياضي وقتها وبديت نخدم غاديكا وبعد رجعت لتونس رجعت للمنتخب رجعت للمنتخب في منصب محترم جدا معناها رجعت من التوب معناها عندي اكسبيريونس كما يقولوا خاطر انا اكاديميك مقري معناها وفهمت شنو كيف صارت الامور باش مشيت للمنتخب كيف ما عاد تكون جاك العرض ولا كيفاش كلموك ولكن الناس الكل صبيت السي في وقتها في الاداره الفنيه رجعت وقتها سي محمود باشا هو وقتها المدير الفني بون سي فري يعرفني قراني خاطر في لينابس واحد دونك يعرف كما يقولوا المستوى يعرف شنو النجم نظيف معناها وهذاك هو بديت بالمركز بورصدريه واحنا ماشيين واحنا طالعين فهمت باهي
باش نحكيو على تجربتك في تدريب الحراس حتى من في المنتخب حتى اليوم. فاصل قصير وبعد مكملين باش نحكيو على المرور في المنتخب واليوم في نادي السيليه شنو تعمل بالضبط.